السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيجي من بعد الخرجة الإعلامية ديال السيد الوزير سعيد أمزازي وتصريحاته لجريدة الأحداث المغربية. إذن عنوان الفيديو هو أمزازي يؤكد ثقته في الأساتذة ومجالس الأقسام في قرارات نجاح التلاميذ. هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذن أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في حوار صحفي مع جريدة الأحداث المغربية عدد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 أنه منذ بداية الجائحة حرصت الوزارة على ضمان الاستمرارية البيداغوجية لفائدة 10 ملايين تلميذ وطالب ومتدرب في احترام تام للتدرج البيداغوجي المقرر في التعليم الحضوري ومواصلة المتعلمين التحصيل عن بعد في أحسن الظروف، وهو الرهان الذي عرف نجاحا بشكل كبير بفضل التزام المتعلمين والأسر وانخراط الأطر التربوية. إذن في الأول تكلم على الجائحة وتكلم على أنه الوزارة دارت واحد الحصيلة ديال التعليم عن بعد وتبينات بأنه التعليم عن بعد نجح تعويض ذاك التعليم الحضوري، لكن ماشي 100% لأنه ما وصلش واحد العدد كبير ديال التلاميذ. إذن يشكر كل المتدخلين في هذه العملية ديال التعليم عن بعد. ثم وأوضح السيد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة التحصيل واكتساب الكفايات والمهارات اللازمة لمتابعة دراستهم السنة المقبلة. أما بخصوص السنة الدراسية الحالية فقد تقرر بالنسبة لجميع المستويات الدراسية باستثناء السنة الثانية بكالوريا احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة والامتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي بشكل حصري من أجل اتخاذ قرارات آخر السنة. إذن هنا يتكلم الوزير بأنه الوزارة اتجهت نحو احتساب فقط فروض المراقبة المستمرة والامتحانات المحلية في إقرار النجاح من الرسوب. بالنسبة للمستويات غير الإشهادية فقط فروض المراقبة المستمرة، يعني نقطة الدورة الأولى والفروض المنجزة في الدورة الثانية هي التي ستحسم في النجاح. بالنسبة للسادس ابتدائي والثالثة إعدادي تم بشكل حصري إلغاء الامتحان آخر السنة والاقتصار على احتساب فروض المراقبة المستمرة زائد الامتحانات المحلية في إقرار النجاح من عدمه. وأعاد السيد الوزير التذكير بأن الموسم الدراسي الحالي انطلق يوم 5 شتنبر 2019، ومنذ هذا التاريخ إلى غاية يوم 14 مارس 2020 تم إنجاز ما بين 70 و 75% من المقررات الدراسية، وهو ما يسمح للأساتذة بالتوفر على المعطيات الكافية لتقييم مؤهلات وقدرات كل تلميذ. شنو معنى ديال هاد الفقرة؟ إذن هنا يذكر الوزير بأنه انطلق الموسم الدراسي الحالي من 5 شهر 9 ديال 2019 حتى 14 مارس 2020. إذن الوزير أكد بأنه تقريبا 70% حتى 75% من المقررات الدراسية تم إنجازها حضوريا، يعني أن الأساتذة والأستاذات عندهم جميع المعطيات الكافية على كل تلميذ، على المؤهلات ديالو، على القدرات ديالو، يعني عارفين التلاميذ ديالهم واش كيتحسنوا ولا العكس، مفهوم؟ إذن هادشي اللي أكد الوزير في هذه الفقرة، أكد بأنه الأساتذة كيتوفروا على جميع المعطيات الكافية باش يقيموا المؤهلات والقدرات ديال كل تلميذ من بين كل التلاميذ، حيث أن السلطة البيداغوجية كما هو معمول به في الظروف العادية ممنوحة للأساتذة ولمجالس الأقسام في إقرار نجاح أو رسوب أي تلميذ. إذن قال بأنه كما شحال هذه أن الوزارة كتعطي الصلاحية للأساتذة والمجالس الأقسام باش ينجحوا ولا يسقطوا التلاميذ، مضيفا أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها المنظومة التربوية وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، فليس لدي أدنى شك حسب كلام الوزير دائما في أن هذه المجالس سوف تتخذ القرارات المناسبة والمنصفة لجميع التلاميذ.
معايا في هذه الجملة؟ نظرا للظروف الاستثنائية. إذا هنايا كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة بأن هذا العام راه استثنائي، علاش؟ لأنه مر البلاد والوزارة بظروف استثنائي. كذلك بالنسبة لعتبات النجاح اللي كيسول على عتبات النجاح، هذا المجالس ديال الأقسام، كذلك الأمور غادي تتم بشكل استثنائي. فهم يعني توقعوا أي حاجة، توقعوا أن العتبات النجاح تنزل لتسعود، تنزل لثمانية ونص مثلا، تنزل لربعة ونص باغيكزومبل في الابتدائي. دونك هذا الأمر استثنائي هذا العام، وكل شيء ممكن. كيقول بأنه حيت مرت الوزارة والمنظومة التربوية بهذه الجائحة بهذه الظروف الاستثنائية، أنه ما عندوش أدنى شك في الأساتذة ومجالس الأقسام بأنهم غادي يتخذوا القرارات المناسبة والقرارات اللي غادي تكون بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص ما بين جميع التلاميذ. يعني غادي تكون قرارات منصفة وقرارات مناسبة لجميع التلاميذ، يعني بلا ما تخافوا وبلا ما تبقاو تفكروا بزاف. إن شاء الله بإذن الله الأغلبية منكم غادي ينجحوا، وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو. في الأخير أتمنى لكم كل النجاح والسداد. ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة. كنتمنى أنكم تكونوا دائما بخير. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.